إلى الله نمضي، يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق انبرق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق، وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. صباح الخير ومس الخير عليكم، ان شاء الله يا ربي قاعد تكونوا غايا وتكونوا بخير وعلى خير. خالاتي وامهاتي واخواني وخواتاتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا غايا وبخير وميخصكم حتى خير ان شاء الله. اليوم باذن الله تعالى درت لكم واحد الكريوش روعه روعه، ديريه غير الانسان اللي عزيز عليك، ديريه غير عمرك. صراحه هذا الكريوش درته لكم باش ديروه في العيد ان شاء الله. الناس اللي يبغوا يديروا اللهم حينا ان شاء الله يا ربي، الناس اللي يبغوا يديروا الكريوش في العيد، الوغ هذا زعما يجي بزاف بنين، يعني خاص بالعيد. تبغوا تغيروا في الشكل غيروا في الشكل. المهم اللي بغات تخدمه سيغ كوموند فاني تقدري تخدميه سيغ كوموند، بصح تزيدي غير شويه في البري على خاطر فيه مكون زياده شويه غالي، تزيدي شويه في البري ويجي بزاف شباب وبنين ومنتفخ كما كنت تشوفوا ومورق، وقعشه كاين وقعشه تبغي وقعشه تحوسي، وداك البنة الزياده بنين 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 بنا مستحيل. شوفوا صراحة والله ما حوحو، بصح مستحيل تلقيها في كريوش واحد اخر ابر الا ضفتي هذا المكون. الاوغ تبعوني وجربوها العيد ان شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالمقادير. اول حاجة زوج غرافة بومبي ولا زوج تاع لي بول بومبي فارينة زوج. عندي ساشي تاع خميرة كيميائية وزن 10 غرام. عندي هنا الزيت راني دايرة ما يقارب نصف الكيلة زيت، يعني ديروا اي كيلة ماشي شرط لي بولة، تقدروا ديروا بالكيسان بصح شاية تنقصوا في الخمارة الكيميائية. نصف الكيلة راني دايرتها قريب نص زيت، كملت النص بمغرف زبدة، يعني تذوبوا مغرف تاع دهان تذوبوها ديروها في هذيك الكيلة وتزيدوا تكملوها بالزيت حتى للنص، يعني اكثر يا زيت. وهنا عندي ماء ومازهر، الماء مخلط مع المازهر، انا راني مكثره ما تكثروش نتوما خاطرش نستحقوا غير شويه. عندي لافاني تاع الميزان، وعندي هنا عطر ماء الزهر هذا تاع لامبورطاسيون شباب بزاف، يدير 20 ميل هاد كوم تشوفوا فيه جاي صفر، يدير 20 ميل بصح الريحه تاعه دوخ، لا درتيه فيه مقروض ولا درتيه فيه شاميه ولا درتيه فيه حاجه ما تامنيش عقلك ريحه. نحتاجو حبه بيض، شويه حلوه الترك وهو المكون السري ما تنخلعوه ما والو، دوك تشوفوا معايا. وعندي الخل وعندي مغرف تاع جلجلان محمص، الخل زوج مغارف مغرف جلجلان محمص. اذا شتجيبي تجيبي طاس تاع الميكسور، ديري فيه هذاك ليدام خليط ما بين الزيت والزبده، وديري هذاك الحلوه الترك مقدار تاع 5 ميل ولا ماشي بزاف، وديري الجلجلان محمص مغرف معمره. شوفي انا درت لكم زوج، درت لكم الجلجلان محمص ودرت لكم حلوه الترك، وفي زوج عندهم نفس الكو كي ينطحنوا، لانه حلوه الترك نبداوها من الجلجلان راكم عارفين. المهم تقدري ديري الجلجلان تستغني على حلوه الترك، تقدري ديري حلوه الترك تستغني على الجلجلان. الوغ ضفت الحبه تاع البيض وزدت زوج مغارف خل، زدت حبه البيض تكون صغيره ماشي كبيره، وزدت زوج مغارف خل حتى نميكسيهم باش نضيف العطور، باش البنه تاع العطور والريحه تقعد لي قاويه، ما نميكسيهاش افضل. المهم بالخف راهي تميكسي، ناكد لكم غير على الجلجلان رحوه مليح راه يرتاح يعني فاسيل مو شي حاجه. بعد ما رحيتهم نزيد لافاني بودره ونزيد عطر مزهر، وهادو زوج تاني مشي اوبليجي، يعني اللي كان عندك ديريه ما تتحت ما تتقيديش يعني بالعطور، يعني رانا دايرين حلوه الترك هي اللي تعطينا الكو هي والجلجلان. بالنسبه لعطر المزهر درت شويه في هذاك الخليط تاع الماء والمزهر، ولافاني درت شويه مع الفارينه. اذا لافاني مع الفارينه، عطر المزهر مع الماء والمزهر، ودرتهم في زوج في الخليط هذا لي ميكسيته، ونزيد نميكسيه بيان حتى نتحصلوا على خليط رطب رطب بزاف، لازم ما يبقاش فيه حتى كتله، لازم يتخل عفوا يرتاح مليح كما كنت تشوفوا كي تمسي الميكسور تلقي كلشي رطب. الان نجيب القصعه تاعي ندير لافارين نغربلها، نجيب الغريبله ونغربلها، ضروري تغربلوها باش يجيكم خفيف الكريوش. تغربلي الغرفيه الاولى، درنا لها عفوا كما قلت لكم لافاني تاع الميزان، اللي ما عندهاش معليش
نزيد الغرفية الثانية وندير معاها كذلك الفرفارة تاع ليفيغ شيميك، نزيد الزوجة تاع الفارينة ونغربلهم. هنا مازال ما درتش البنات الملح، دوك ندير غير شويه تاع ملح، وحتى الملح نغربلوه باش الا كان حبات كبار تاع ملح يقطعوا لي العجينه يقعدوا في الصفايه. فوالا ما نديرهمش، نقيسهم هادو ولا ردهم في الملح. المهم البنات نخلطهم مليح مع بعضهم، ومن بعد نجيب هذاك الخليط اللي ميكسيته كيما كنتو تشوفوا، يجي بزاف بنين. هنايا ديجا هنا في هذه المرحله تشموا واحد الريحه قبل ما تطيبوه. تخيلوا بنتي كانت تقرا كي جات صابتني في هذه المرحله، مازال ما نقلي مازال ما ندير والو، قلت يا ماما راني نشم في ريحه شابه، بيسكو كي ترحي هذاك الجلجلان وحلوه الترك يمد واحد لوغو روعه. وبالمناسبه تقدروا ما ديروش هذيك المغرف تاع الزبده، تقدروا ديروا غير نص كيلة تاع زيت وحدها. انا كي قلت لكم بلي هذا بغيته لكم ديروه ان شاء الله في العيد، سي بوغ سا زدت هذيك المغرف تاع الزبده. تقدروا ديروا غير الزيت، واللي بغات تخدم بلا كوموند دير يا جلجلان يا حلوه الترك. وبالنسبه للسعر تاع هذا القريوش بالذات 100 للكيلو، قد شويه يشد الخدمه وفيه شويه مكونات زياده ويشد الخدمه. هذاك الماء والمزهر ندفوه شويه بعد ما بسست مليح هذاك الخليط، كي تشوف كريم عفوا كيما كو تشوفوا ولا كيما الطعام، بسسته مليح في كامل الفرينه. وهذاك الخليط تاع الماء والمزهر دفوه، ماشي دفوه حتى يولي حامي، غير دقيقه هكا يولي حنين وخلاص، ماشي حامي البنات ومشي دافي اللي رايح للحامي، دافي حنين يعني غير تقلعوا له هذاك البرد وصاي، غير باش يجمع لي الفرينه تاعي وهذاك ليدا ما يتكتلش. هذا ما كان المهم ديروا غير البرش، غير بشويه ما تروحوش تدفقوا بزاف، لانه العجينه تاعنا مبسه بزاف، لو كانت غلطوا وتكثروا رايحين تجروها، يعني ما نسحقوش بزاف تاع الماء والمزهر. هذا هو القوام تاع العجينه، ديروها طريه ما ديروهاش يابسه، ديروها طريه كما كنتو تشوفوا، على خاطر كي نخدموها بنشا غادي تنشف، الوغ ديروها طريه قد ما تنجموا كما كنتو تشوفوا. كم تشوفوا فيها كي راهي طريه، يعني ديري لها كما تبغي، تقسميها على 4 تاع الكويرات ولا 5 كيما تبغي. المبتدئات ديروا 5 باش الحجم تاعهم يجيكم صغير وما تخسروش فيه لي شوت. المهم نديروها في ساشي كيما كنتو تشوفوا، كيما قلت لكم مبتدئات ديروا 5 باش ما يبقى لكمش بزاف الزوائد تاع القريوش. نديروها في ساشي ونزيدو نغطوها ونخلوها ترتاح. القريوش يا خواتاتي يبغي الراحه، اكد لكم وناكد لكم يبغي الراحه، تخدميه تعطيه الوقت، تخليته يرتاح. هذوك يعني الكويرات عفوا خليتهم يرتاحوا الساعة، تقدروا تخلو حتى ساعة ونص يكون احسن واحسن، المهم يرتاحوا الساعة. انا نقولكم اقل تقدير بين كل مرحلة ومرحلة ساعة. شوفوا كي نحلوها بالمايزينا، هنا صاي الفارينة كملنا معاها، هنا نجيبوا المايزينا، نجيبوا الكويرة الاولى ندردرو عليها المايزينا ونحلوها، ومن بعد نطوها بهذه الطية العادية. هذه المرة الاولى، الان الثانيه نديروا لها المايزينا ونعاودوا، دوك نعاود لكم واحده اخرى ما تقلقوش، نعاودوا نطلعوها لفوق كما كنتو تشوفوا. هذه ثانيه المرحله الثانيه، المرحله الاولى تحليها وتعاودي تطويها سي بون، المرحله الزوجه تعاودي تحليها وتعاودي تطويها. فوالا يعني ساهله مهله، مع اللي العجينه قلت لكم طروها، الا عصيتوا العجينه في البدايه وخليتوها ناشفه غادي تغبنكم. نزيدوا لها هنا المايزينا ونطويها، هذه الثانيه كملنا معاها. الان نبدا في الثالثه كما كنتو تشوفوا، نعاود نحلها المرحله الثالثه، يجي مورق لواحد الدرجه ما تخيلوش. وطولت في الفيديو بغيتكم كاع تنجحوا فيه الفيديو هذا القصار، ولو ما ينجحوا لكمش الوصفات وبديتوا تفقدوا الثقه فيا، وانا ما نبغيش هكاك، نبغي الوصفه تكون ناجحه. الوغ طولته، اللي ما بغاتش خياتي تسمح لي، نعرف بلي كاين متتبعات اللي يبغوا الفيديو يعني مشروح، وكي ديريه يعني فيديوهاتي كاع اللي دايره المليون مشاهده فيها من 20 دقيقه وطلع، على خاطر فري مشروحه بيان وناجحه 100% حوحو. المهم هذه الثالثه البنات، المرحله الثالثه كيما كنتو تشوفوا، نعاود كيما هكا نطلعها نحلها ندير المايزينا، يعني سهله مهله وتطواها. دائما كي تبغي تطوي ما تنسيش المايزينا وما تكثريش بزاف، يعني لهو لهو كما تقول جدات راجلي. لهو لهو الله يذكرها بالخير. الو كي
كيما هكا الان هذه الطيه الثالثه كملت معها. صاي هنا كملنا، هنا مانيش رايحه نعاود نحلها، هنا غير نضغط على هذوك الطبقات وخلاص، مانيش رايحه نحل. البنات هذه المرحله الرابعه مانيش رايحه نحل، نحلها كي نبغي نشكلها، غير راني نضغط على الطبقات باش يلصقوا فيما بعضهم، وكي نخليها ترتاح تتورق لي مليح. فهمتوني؟ ضغطت عليهم شغل لصقتهم فيما بعضهم بعض، ونطويها هكا ونخليها ترتاح حتى نكملهم كاع. نزيد هنا الزوجة، هنا الزوجة ركزوا راح نشرح لكم مليح ونحاول نركز. هنا نخليها ترتاح ومن بعد هي اللي نبدا بها. شوفوا الاولى، المرحله الاولى نرش الفرينه ونحل سهله ماهله، وطروا العجين نهدر ونعاود ونوصي ونعاود، طروا العجين ما تخلوش ناشف، لانه كي تدرذروا له المايزينا راح ينشف اكثر واكثر ويتعبكم في الحل. كي تشوفوا هاكي راهي طريه راهي تنحل فاسيلمو، ومشي تطروها بزاف ثاني. فوالا نديرها في الوسط المايزينا، نطوي الطيه الاولى. هنا كملنا مع المرحله الاولى، صاي هذه الاولى نقلبوها، نبدو في الزوجه نحلها ثاني طوليا. هذا ما كان تحلي كي تلصق لك يلصق لك الحلال، ولا ديري شويه تاع المايزينا، عفوا تاع المايزينا لصقت لي، وتعاودي تحلي هكذا كما كتشوفي بالطول. تعاودي ديري المايزينا، ماشي شرطه ترقيها بزاف، يعني مهم يلصقوا فيما بعضاهم. فوالا كما كتشوفي رقيقه بصح ماشي هي ورقه. نديروا المايزينا نعاودوا نطوا. هنا الزوجه كملنا معاها، باقي لنا الثالثه بنفس الطريقه تاع الاولى والزوجه، نديروا الثالثه الا في المرحله الرابعه اللي لا. فوالا نحلوا الثالثه طوليا خير باش تساعدني كي تلصق لك شويه. ديري المايزينا في الحلال فوالا، تقلبيها فاني باه ما تلصقش من تحت. كي تشوفيها لصقت لك ساعدي روحك بالمايزينا، وكي راني خليتها طريه ما نخافش المايزينا يعني ما راحش ينشف لي، لانه راني خليتها طريه. فوالا شوفوا كي راني سايس فيها من تحت ومن الفوق هكذا. ما تخافوش العجين البنات، حلوها مليح. هذه الثالثه خلاص كملنا معاها المرحله الثالثه، راح ندير لها المايزينا ونطويها. ركزوا في المرحله الرابعه، ندير المايزينا هنا ثاني. المرحله الرابعه قلت لكم ما كاش مرحله رابعه، غير نضغط عليها بالحلال باش هذاك التوراق اللي درته يلصق يلصق، وكي نخليها تريح تعاود تتورق. هذا ما كان راكو تشوفوا، غير نضغط عليه غير شويه وخلاص، ونطويها ونخليها ونكمل زوج الباقيين بنفس الطريقه، ونخليها ترتاح ساعه كامله. كي نكملهم نحسب ساعة ضروري البنات، سيختو في هذه المرحلة نلقاها ارتاحت وعاودت طلقت، وهذاك اللي دام يعاود ينطلق. وسيميو لو كان ديروها في المطبخ، يعني في بلاصة تكون دافية ماشي حامية في الحمان، بيسكو في الصيف شوية يكون الحمان، غير درك شوية راه البرد. ديروها في بلاصة تكون دافية بصح في الحمان معليش. خليتها ترتاح ساعة، المهم كما كنت تشوفوا تلقاوها عاودت ريحت وطلقت روحها وتساعدكم الخدمه. كنت تخدموا بها فم فم ما تساعدكمش في الخدمه، تلقوها تاعبه وناشفه بالمايزينا وكاع ما تساعدش. بصح كي نخلوها ترتاح هذيك الساعه رايحه يعاود هذاك اللي دام ينطلق، ولا بات تعاود تحمى وتطلق روحها، يعني تكون متقلصه. نعاود نحلها طوليا. البنات كي تطولوا العجين تاعكم حاولوا تخلوه على هذا الشكل، حاولوا تخلوه مستطيل ما يكونش عريض بزاف، خاصه المبتدئات هذه في الطي حاولوا تصغروا المستطيل باش اللي يشيت ما يبقولكمش منا ومنا بزاف. ولو كان ديروا القريوش فاني عريض بزاف ما يجيش شباب بالشكل تاعه، كما نقولوا كما كنت تشوفوا يعني 10 سنتيم حوالي العرض تاع المستطيل. ونحلها صاي هنا راني نحل به نشكل، هذه الاخيره لازم نرقه مليح، نستعين بالمايزينا وما تكثروش المايزينا في هذه المرحله، يعني كي تجوا تشكلوه ما تكثروش المايزينا على خاطر يجيكم القريوش تاعكم معمر بالمايزينا من الفوق. هنا ديروا المايزينا غير في الاولى كي تبغوا تحلوا، ابارسا صاي ما تزيدوش. مشتوني ما زدتش، هنا جاتني طويله نقصها بالمقص ومشي بالخدمه بالمقص ومشي بالموس، على خاطر الموس يشرك لي لاباط، بصح نقص نقصها يعني بلا ما نقطع العجين تاعي وبلا ما نخسر هذاك التوراق. ونحلها رقيقه ومشي رقيقه، يعني رقيقه رقيقه كيما الورقه نتاع المسمن، لا شويه دوك تشوفوا معايا الرقيه تاعها. فوالا
يعني ورقوها يعني وما ترقوهاش بزاف، ما ديروهاش كيما الورقه تاع مسمن. فوالا، واللي بغات تخدم بالماشينه تقدر تخدم بالماشينه، واللي بغات تخدم فيت في تخدم بليدها. المهم خلوها تريح بين كل مرحله ومرحله الراحه. هذا ما كان هكذا نحلهم. هذه غير الاولى اللي قسمتها بين زوج البنات. الان نجيب الرولو هذا، نسيت كيف اسموه، راهي في راسي غير راح تشفتو دي فوا حاجات تنسيها. المهم الجرارة، راني نحوس عليها ما قدرتش ما نتفكرهاش. الجرارة وتقطعوا هذو لي شوت، وحاولوا ما تخرجوش بزاف لي شوت. انا ما نبغيش هاد الخسارة تاع لي شوت، يعني حاولوا ما تخرجوش بزاف لي شوت. كيما هكا جاتني كبيرة وانا ما بغيش هكا لي شوت يجو كبار. المهم البنات اديري خمسة نتاع الخطوط، وعند السادس تقطعي خمسة تاع الخطوط وتحاولي تعرضي ما بيناتهم. ديري زوج سنتيم تقريبا ولا واحد ونص ما بين الخط والخط، باه تجيك الحبة منتفخة وشابة كما تاع المحلات. عند السادس تقطعي، تعاودي ديري خمسة تاع الخطوط، واحد زوج ثلاثة أربعة، نزيدو الخامس عند السادس نقطعو ديريكت، شفتو، ونزيدو لي بقات تجيني ثاني خمسة. كما قلت لكم العرض تاع المستطيل لازم ما يكونش كبير بزاف باش ما تجيكمش الحبه باسله وتضطروا تقلعوا لي شويت بزاف. هنا السنبله راح نديرها لكم هي الاولى، ندير غير حبه على شكل سنبوله اللي تجيهم الورده صعيبه، يعني تطويها على زوج وتحليها في الوسط وتقلبيها، يعني ما نظنش كاين اسهل من هذه. هذه غير الاولى درت لكم فيها شكل السنبوله، عاودوا غير المقطع تعرفوا تفهموا، يعني تطويها على زوج وتحليها في الوسط وتقلبيها من جهة واحدة، ومن بعد تسقميها منا وتقطعي هذوك الجوانب الزيادة وتسقمي هذوك الأشرطة تاع القريوش. هذه بالنسبة اللي ما غاديش ولا اللي تجيهم صعيبة الوردة، أنا راح نأكد لكم في هذا الفيديو على الوردة. غير هاد الحبة درتها لكم سنبلة وتجيفاني هي شابة كي تنقلات بان. الان نشكلو الورده واللي هي القريوش التقليدي تاعنا. ترفدي دوك نعاود لكم وحده بال يعني ببطء، ترفدي شريط وتهودي شريط، ترفدي شريط وتهودي شريط، تصيبي ثلاثه من تحت ثلاثه من الفوق، ومن بعد تجيبي هذه الزوايا وتدخليهم في الوسط الزوايا اللي يكونوا من تحت. دوك نعاود لكم حبه بالتفصيل وببطء ما تتقلقوش. هذا هو يعني على بالي بلي كاين سيدات اللي يعرفوه يعني ما شاء الله، وكاين مبتدئات ما يعرفوش هذه الطريقه تاع القريوش التقليدي قبل ما يكون تاع السنبله. هذا هو التقليدي تاعنا. ها هي الحبه، ترفدي هذا الشريط فوق صباعك، تدخلي تاع الاخر تحت صباعك، تزيدي تال ترفديه، الاخر تهوديه، الاخر ترفديه، والاخر تهوديه حتى تكملي الاشرطه. هذه هي، ها هما صباعك خرجتيهم منا، ها هما صباعك. هنا تجيبي الزاويه اللي فوق صبعك الفوقاني والزاويه اللي تحت صبعك التحتاني، ها هي الزاويه اللي عند صبعك هذا وهذه الزاويه اللي عند صبعك التحتاني، باه ما يتخلطولكش الزوايا اللي غادي تلق فيهم. فوالا، وتجبديهم من الوسط، ها تجبديهم وين كنتي دايره صبعك، كي تخرجي صبعك لحقي لهم هذوك الزوايا اللي درتيهم. ساهله ماهله، غادي نزيد وتقفلي مليح على هذوك الزوايا، تزيريهم هنا، زيريهم باه ما ينحلوش في القلي هاكا، زيريهم مليح. راح نعاود لكم واحده اخرى، وسقميها كالشريط جاك معوج ولا بان لك ماشي شباب، سقميه هاكا، سقمي الحبه تاعك وانت تحطي ديريكت في السني. انا غير كي راني نوري لكم هني نحط على سطح العمل، حطي في السني وغطي بساشيه فم فم. راح نعاود معاكم حبه اخرى وتشوفوا. كما قلت لكم خمسه نتاع الخطوط والسادس تقطعي، وديروهم شويه عراض ما ديروهمش ركاك. ها بالنيه ديري هكا، طلعي واحد كيما قلت لك، طلعي شريط هودي شريط بين صباعك، تجيبي هادو اللي فوق اللي عند صباعك الزوايا، شوفي صباعك وين خرجوا، شوفي الزاويه اللي فوق صبعك الاول والزاويه اللي تحت صبعك الثالث، وتطلعيهم في هذيك الفتحه اللي خرجتي منها صباعك. سهله مهله، ركزي في الحبه اللي شرحتها لكم ببطء وديري معايا غادي تجيك سهله. هنا راح نسكت وتشوفوها.
وتغلقي مليح هنايا في الوسط، ساهله ماهله. الان ديرهم في السنه كيما قلت لك انتي، السنه كل حبه تخدميها ديريها في السنه، يعني ما تقارعيش لانه تنشف العجينه. وتغطي بصاشي، ديري صاشي حداك والسني حداك يعني، وتحطي وتغطي بصاشي حتى تكمليهم كاع، ما لازمش يضربهم الهواء، وما ديريهمش في بلاصه فيها الهواء باه ما يتكشحوش من الفوق. فوالا، ونروح نكمل الاخرين. كي تكملي كاع صوالحك كاع عجينتك، غادي تبقى لك لي شيت. انا لي شيت غادي نعجنهم بالماء، عفوا بالماء، ونخليهم يريحوا، ونعاود نعجنهم بالماء والماء زهر، ونعاود نخليهم يريحوا ونخدم بيهم. اللي ما بغاتش تخدم بيهم تقدري ديريهم شوربه. شديري حلوه الشوربه، تزيدي لهم الفرينه، ما ديريهمش هكذا، تزيدي لهم الفرينه، تنشفيهم مليح بالفرينه، وترابيهم في السكرفاج. ترابيهم في السكرفاج يخرجوا لك خيطان اطوال. تقليهم، تغربليهم في الاولى ومن بعد تقليهم، تغربليهم ومن بعد تقليهم، وديري حلوه الشوربه. هذه كفكره. اما انا نعاود نخدم بيهم. هنا كي تكملي، تكوني مسكي كملت التشكيل، ستفتهم كامل في السني، نزيد نخليهم يرتاحوا نص ساعه برك، نص ساعه برك ولا ربع ساعه لو كنتو مقلقين. وتبدو بالحبات الاولى اللي شكلتيهم، تبدي بالاولى اللي شكلتيها وتجي رايحه حتى الاخيره. هذا مكان نخليهم انا يرتاحوا، انا نبغي يرتاح. وعندي صاحبتي يعني بروفيسيونيل بزاف في القريوش، وتخدمه بكثره كثره كثره، يعني ما نحكي لكمش، تخدم تبارك الله قريوش، تخدمه كي تشكله تخليه يرتاح. دي فوت تقول لي نخدمه في الليل ونخليه حتى الصباح نقليه، تقول لي الراحه تاعه هي الصح عند التشكيل، كي تشكليه خليه يرتاح. المهم البنات، هنا نجي نقليه، هنا ديرو في الطاوه. بالنسبه لي خدموا لي كوموند باينه المقله كبيره، بصح شايه اللي بغات ديرها في دارها ما نقولهاش ديري المقله الكبيره، خاطرش غادي دير فيها 5 يوطرو زيت. هنا نديرو غير في الطاوه باه نقلو غير بالحبه، يشد اليد بصح ما يعليش، خاطر شكون نديرو في المقله العاديه غادي الزيت تاكل لنا الزيت بزاف، لانه القريوش يبغي شويه الزيت عالي، لهذا نديرو في الطاوه. المهم نتاستي الزيت باللحمه، كي تشوفي الزيت حمى تنقصي له، كي تشوفي حمى تنقصي له على شعره وتبدي تقلي على شعره وتبدي تقلي. المهم يكون حامي بيان، كي يحمى 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 غايه روحي نقصي له وتبدي تحطي فيهم. هادو بديت بالواله، هنا الحبه الاولى وزوجه وثالثه عموما يعني راح يكون الزيت مازال ما تريقلش، درجه الحراره مازال ما تريقلتش، الوغ وحده ممكن يجوك زايدين في الطياب، ما تحوسيش تفهمي ما عليش، ولا ما ينتفخوش كيما يلزم ما عليش. كيما قلت لك راجع غير الحمان تاع يعني تاع الزيت هذا ما كان. انا بديت بهذيك تاع السنبله اللي درتها لكم، تقعدي ترمي عليها هكذا في الزيت كيما كنتو تشوفوا حتى تنتفخ وتسقم روحها ويبان الشكل تاعها، وما تخلوهاش خضراء، يعني نقصوا لها النار باش تنقلى من الداخل غايه، ونقلعها من الزيت. هنا راه يبان لكم ماغون بزاف، مانيش عارف بالك من الإضاءة، ومن بعد تشوفوه اللون تاعه هكذا. نزيد واحد أخرى أمامكم، هنايا نلقفها من الوسط من هذوك الزوايا اللي شديتهم، نلقفها من الوسط، وهذيك الزاوية كشغل اللي راهي في الوسط نطلقها هي التالية في الزيت، هي التالية تدخل في الزيت باش تبقى لي باينة من الفوق، ويبقى الشكل تاع الوردة باين، مش ما تطلقوش الحبة من الجنب، طلقوها من الوسط، لازم تلقفيها من الوسط وتطلقيها يعني غير بشويه حتى توالفوا باش تبقى الحبه محافظه على الشكل تاعها. نبقى نرمي عليها في الزيت ونقلبها في الزيت باه طيب لي كاع غايه، انا نبغيه طايب، نبغيه مقرمش بيان، ما نبغيهش من الداخل معجن، نبغيه مقرمش. ومن بعد نصفيها مليح من الزيت ونديرهم يقطرو، نخليهم يقطرو في غدهم. شوفوا نقف منها من الوسط، هي التاليه نطلقها، لاحظتوا هنا غير يبدا الزيت يعني تحتاد لدرجه الحراره تاعه، صاي يولوا الحبات يجوك شابين ويولوا ينتفخوا كاع. المهم مع الاول ما تقلقيش هذا ما كان، ولا بغيتي هذوك لي شويت يعني اللي يبقوا لك منا من الجوانب تبدي تقلي فيهم هما الوالا بلا ما الزيت يعني تريقل. فوالا، وانا دائما كي نخدم ان كوموند نبدا بهذوك لي شويت ولا بالحبات اللي يعني خسرتهم في التشكيل، هو اللي نبدا بيهم، ومن بعد نبدا في لا كوموند تاعي بلا ما الزيت سقم روحه يعني يحتادل. فوالا، بعد ما نكملهم نخليهم يقطروا مليح ويبردوا، نجيب حسيله، انا هنا حسيله مشريه،
تبغوا تخدموها في الدار، راني خدمتها لكم في الفيديو نتاع القطايف، تاع السنيوه تاع القطايف، راني خدمت لكم فيه الحسيله. الحسيله يعني تاع الحلواجيات. المهم البنات، هنا الحسيله تاع القريوش كيش تكون؟ ما تكونش سائله خفيفه كاع الماء، وما تكونش ثقيله ثقيله كيما هذاك، يعني الحسل هذاك ثقيل بزاف. لا، الحسيله تاع القريوش تكون موين، تكون في الوسط، كون معايا. وهنايا راني خليتها دافيه، يعني دفيتها شويه حنينه برك، ماشي دافيه رايحه للحمان، حنينه برك. والقريوش بارد تماما، على دفيتها شويه، ماشي دفيتها حاميه. البنات حذاري تحموه يتعجن القريوش، دافيه حنينه جوست واحد الثواني في فوق الغاز وخلاص، باه الحسل يدخل لي حتى القلب تاع الحبه. هذا ما كان، الا خفتوا لا تحموا الحسل بزاف وتعجنوه، سي با لا بان، ايفيتو، خلوه بارد وعسلوه مليح وخلاص. المهم الحبة تبغي تتعسل غاية، وتبغي تدي الوقت تاعها في الحسل باش تشرب وتنتفخ، تزيد تنتفخ بالحسل، حتى الحسل عنده دور يا البنات في القريوش. كاين اللي ما يعرفوش يعسلو ولا يختاروا نوعية ماشي شابة تاع حسل، ما يجيهمش القريوش مليح. والحسل اللي تخدمو تاع القريوش ما ديرولاش القارص باش ما يجيش حامض، ما يجيش البنة تاعه شباب، ديروا من الافضل يعني ديروه صامد، ديروا لها غير شويه تاع الشب وصاي، ما ديروش الليم هكذا. ونعسل مليح كيما قلت لكم، خلوا الحبه تشرب على يعني على حقها، كيما كنت تشوفوا يزيد ينتفخ بالحسل. هنا راني موجده شويه تاع الجلجلان محمص، بيض محمصته غير شويه ديكوري به. الان بعد ما كملت القريوش تاعي راح نقسم لكم حبه، يجي مقرمش مقرمش لدرجه كبيره كبيره، ويجي مورق روعه روعه روعه. كيما قلت لكم السعر تاعه 100 ميل، ولا بغيتو القريوش المتداول يعني نديره لكم، ما عندي حتى مشكل، بصح نديره في قناتي الثانيه نتاع لي كوموند، يعني اللي نخدموا به بزاف السعر تاعه 80 ألف، نديره لكم في قناتي الثانيه الا كتب الله تعالى. المهم نتوما قولوا لي، هذا درته لكم باش ديروه في العيد، بيسكو البنه تاع سبيسيال سبيسيال بزاف، بنه رائعه رائعه، جربوه البنات في العيد، ديروه بهذا الشكل ولا بتاع السنبوله ولا كيما تبغوا، يعني كيما تبغوا ديروه، يجي ما شاء الله البنه تاعه سبيسيال ان شاء الله، ويجي فارغ من الداخل، مقرمش مورق منتفخ روعه 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 والله العظيم. يعني اي وحده تذوقه تقول لك هذا راكي شارياته ولا مكمودياته، يجي روعه في البنه. وهذيك حلوة الترك غادي تعطي واحد الذوق غريب جدا، يعني ما تصدقوش البنة تاعها، هي في أصلها القريوش ولا الشباكيات تنخدم بالجلجلان، يعني في الأصل تاعها، وإلا ما كناش نزينوها بالجلجلان، يعني في الأصل تاعها تنخدم بالجلجلان. والحلوة الترك كما قلت لكم لاباز تاعها هي جلجلان وطحينة اللي تنخدم بالجلجلان، على بيها تعطيه واحد البنة روعة روعة، غير ديروه وقولوا لي شا قلت لكم. المهم ما نطولش عليكم البنات، هذا كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، جمجموا لي البنات والبنات اللي دخلتوا جدد معنا، مرحبا بكم غالياتي، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.